صباح الخير أو مساء الخير يا برج العقرب. ندخل على طول على القراءة بتاعتك على طول كده على طول. الحالة العامة بتاعتك ايه يا سيدي يا برج العقرب؟ اعتقد ان انت الآن في وضعك الصحيح، يعني انت دلوقتي واخد مركزك قوي، مهتم بنفسك بنجاحاتك بمشروعاتك، ممكن تكون بادئ مشروع جديد او كمان يعني متواصل مع ذاتك قوي قوي، يعني ذا ميشن وذا هيرفنت ناين اوف بنتكلز، ده انت متواصل مع ذاتك قوي او عارف قيمة ذاتك او عرفت قيمة ذاتك. كمان ممكن تكون انت الان يعني الحالة العاطفية ممكن يكون ان انت يعني معروض عليك علاقة او داخل علاقة جديدة ولكن ما زلت لسه في يعني بتفكر ادخل ما ادخلش، طب اجرب ما اجربش، حاجه كده من الانواع دي. لكن انت حاليا في حالتك العاطفيه انت مستقر جدا، حتى بدون يعني شخص اخر او بدون شريك فانت مستقر في حالتك العاطفيه. طيب نشوف الشريك ايه. مش بقولك انت مستقر، طيب مبدئيا كده يا برج العقرب بتتعامل مع حد برج هوائي، يعني مبدئيا كده ممكن او تور او مين تاني، تور وايه تاني، تور او برج مائي برضو لكن هوائية شوية، طبع على الهوائي. طيب مشاعر الشريك ايه؟ الكوين اوف سوردس يعني بيفكر بعقله قوي، يعني ما يكون الكوين اوف سوردس في المشاعر معناها ان الشخص ده حاليا بيفكر بعقله اكتر من قلبه وبيحسب الامور جدا، يعني بيحسبها جدا، رايح جاي فين، بيعمل ايه، بنهبب ايه، حاجة زي كده يعني. عايز اشوف لك كتاب الكارت ده عشان ما اكونش برضو ايه اظلمه مثلا اقول لك نيته مش حلوة ولا حاجة. ده انت بتتعامل مع حد هوائي. الشخص ده عايز يرجع لك تاني. لو انت شخص بقى يبقى انت بقى يبقى ايه، يبقى ده حد قديم وانت استقليت بذاتك بعيد عن هذا الشخص، والشخص ده عايز يرجع تاني وعايز يرجع كمان رجعة سريعة، يعني مش هزار يعني. وممكن يكون الكوين اوف سوردس هو اكتشف حقيقة مشاعره انه بيحبك، يعني ممكن يكون هو الشخص ده هو اللي نهى العلاقة تمام كده، ولكن الآن اكتشف انه بيحبك وعايز يرجع بكل بساطة كده. لان كمان هنا عندي للأسف سوردس معناها الحقيقة كمان ولا والشجاعة، فهو شخص ممكن يكون شجاع او اندفاعي برضو ما تحمل المعنيين، ولكن هو اكتشف في حقيقة المشاعر بان اللي عمله ده ما كانش صح، مثلا ان هو كان يتعامل معك بالطريقة دي او حتى ينهي العلاقة وعايز ياخد تاني الجرأة بتاعت احنا الجرأة بتاعت ان هو يرجع تاني يتكلم معاك او يلحقك، وعايز يلحقك لان انت بص انت شايف نفسك قوي، انت متنك قوي وشايف نفسك كده ومراخيرك فوق وبتقول له انت مين، انا ما اعرفكش، انا ما كنتش معك قبل كده. فانت حاليا يعني بعيد عن هذا الشخص، والشخص ده عايز يجي لك تاني، عايز يلحقك تاني ويلحق القعده الجميله اللي كان قاعدها معاك. والكوين اوف سوردز معناها الحقيقه، يعني هو كمان مش بيكذب، يعني لا ده هو الحقيقه فعلا ان هو بيحبك، يعني او اكتشف ان ما كانش يصح ان هو يعمل كده او يسيب العلاقه. طيب هو شايفك ازاي بقى؟ نظرته ليك في الشهر ده شايفك ان انت قفلت خلاص التوف سردس. اعتقد كل الابراج المائية قفلت خلاص كده، ده حتى تالت قراءة هو ودي قفلة التوف سردس، انت قفلت خلاص ومش عايزه تاني في حياتك، لان هو شايفك، هو ما استنتجش ده من نفسه، هو استنتجه من هنا. انت استقريت، انت ممكن تكون ارتباط مش عارفة بقى، هل ممكن تكون انت ارتبطت مرة اخرى، الله اعلم، لان انا عندي هنا ده هيرفنت، انت ممكن تكون اتجوزت مثلا او كتبت كتابك او اتخطبت
الله اعلم حاجه من اللي هو عايز، زي ما يكون عايز يقول لك إيه، بص هو ثانيه واحده عايز يقول لك هو ايه اللي انت عملته ده. بص هو رفع عليها وبتقول لك ايه اللي انت عملته ده، انت رحت ارتبطت بعد ما احنا سيبنا بعض، ايه ده يعني، ايه اللي انت عملته ده، انت سبتني ليه، او انت فجأة انت فعلا عملت حاجه جذريه في حياتك، ده مش ما عارفه انت، ده زي ما تكون اتجوزت مره واحده يعني، انتوا مثلا سايبين بعض بقالكوا شهر ورحت كاتب مكتوب كتابك بعديها بشهرين، فازاي يعني، هو مستغرب، فزي ما يكون شافك ان انت خلاص قفلت القصه من عندك وبدات الحياه الجديده اللي انت كنت بتتمناها بقى، لان انا شايفاك مبسوط، انت بدا حياه جديده ومبسوط، بس مش حاسه ان انت ارتبطت، لان اول ارتبط ومبسوط بالشخص اللي معاك، لان الناين اوف بانتكلز دي واحده يعني عندها كل حاجه، فاعتقد ان انت حاليا في عندك كل حاجه، عندك الحب، عندك الفلوس، عندك كل حاجه، فبدات حياه يعني اللي انت كنت عايزها لو كنت ارتبطت او داخل علاقه جديده وناوي تكمل يعني. هو شايفك توف سردس يعني، انت قفلت خلاص من ناحيته، مش هينفع يرجع تاني. ده ندمان قوي اهو اهو، شايف ان انت دخلت في علاقة، ايوه شايف ان انت دخلت في علاقة، وشاعر بأسف شديد وندم شديد يعني تجاهك بشع يعني، بيقول ايه اللي انا عملته في نفسي ده، وشايفك كمان ان انت مش طايقه. بص مدي ظهرك ومش عايز تشوفه تاني، وقافل من ناحيته خالص ومش عايزه تاني في حياتك، وان انت فعلا استقليت بحياتك ومش عايزه تاني في حياتك، وشكرا وجزاك الله الف خير يعني على اللي انت عملته، فخلاص يعني هو في مرحلة انا مش مصدق ان انت فعلا مشيت بالعرب، خلاص العلاقة بينا اتقطعت بالفعل، مش هيبقى فيه اي تواصل تاني بيني وبين برج العقرب، حاجه انت ممكن تكون عملت له بلوك، عشان كده هو عايز يقول لك ايه ده، ايه ده اللي انت عملته ده، انت عملت له بلوك بجد، انت بجد قطعت التواصل، انت بجد فعلا مش عايزني، ده مش حقيقه بقى، ده مش كدب قصدي، ده حقيقه. طب هو ايه اللي بيحصل في حياته حاليا؟ هو زي ما يكون بيمر بكارما، في كارما عنده بتحصل، هو حاليا تعبان على فكرة، بيمر هذا الشخص بكارما او نوع من انواع التغيير، عنده تغيير في حياته بيحصل، ممكن يكون مسافر او هيسافر او هيروح لعمل جديد، حاجة زي كده. الشخص ده مش عايز اقول ان انتم منفصلين، بس هذا الشخص بيمر في حياته بالفعل اعتقد بنقله، او ممكن يكون فقد وظيفه، مش عارفه حاسه كده، مش عارفه ليه حاسه انه فقد الوظيفه بتاعته وماشي بقى ومسافر وراح يشوف شغله في حته تانية. ممكن يكون في بينكم كان خلافات على الزواج، عشان كده انت اتجوزت او اتخطبتي. الشخص ده كان في وعود ما بينكم مثلا ان يخطبك مثلا يعني في شهر 7 وما جاش، فقمت انت قلت لي مثلا خلاص انا مش عايزك، انا اتجوزت، او انا خلاص لقيت الحياه اللي انا عايزاها. فهو حاليا هو بالفعل العلاقه انتهت، انا يعني مش عارفه يعني اترجمها ازاي، ولكن العلاقه بالفعل انتهت. وهقول لكم ليه بقى، لان هو في حياته عنده شيء انتهى، اللي عنده رحيل، عنده خلاص يعني، هو بينقل تغيير يعني، مثلا لما اكون مرتبطه بشخص ويرحل عني تماما بقى مفيش رجوع تاني، بيبقى العلاقه خلاص يعني العجله اتقفلت خلاص، فهو بيمر بكارما او بيمر بعلاقه في حياته خلاص خلصت هذه العلاقه انتهت، عشان كده هو شاعر بان انت خلاص شكرا انا اخترت غيرك، اخترت شخص تاني، اخترت شخص او شايفك ان انت كنت
اعتقد ان فعلا هذا الشخص كان في حد متقدم لك، او حد في انت قلت له مثلا هتيجي تتقدم لي ولا لا، عشان في ناس متقدمين لي وهو ما جاش، او قال لك لا مش هينفع اتقدم دلوقتي، انا شخص بسافر او بشتغل في مكان تاني او حاجه من هذا القبيل يعني، وشايفك ان انت اخترتي شخص اخر، كنت محتاره واخترتي، خلاص انا اخترت الشخص الاخر اهو وانا مبسوطه، بس انتوا مبسوطين يعني، مش اللي هو بتكيدوا بيه، لا انتوا مبسوطين، انتوا خلاص قفلتوا العلاقه، علاقه راحت لحالها، انتوا مبسوطين يعني خلاص، فالعلاقه فعلا انتهت يعني، وهي مشاعره وهو مش مشاعر يعني، مش بالدقه اللي انا عايزه اقولها، هي مش مشاعر، هو عايز يستفهم بس يعرف هو انتوا فعلا نسيتوه، بس انا مش فاهمه، ما هو واحده اتجوزت او اتخطبت لحد تاني، ما انا كده نسيتك يعني، مركز معايا ولا مركز فين يعني، حاجه زي كده. طب هو عايز يعمل ايه، نيته ايه؟ هو نيته غريبه قوي، نيته البيش اوف كابس والبيش اوف روند ده النواه صغيره قوي مش نيه كبيره يعني، هو عايز يكلمك تاني وتبقى في علاقة تاني يعني، يبقى في علاقة ولكن علاقة خفيفة يعني، يعني ما يكونش في قطع كده، ما نقطعش مع بعض، ما يبقاش في قطع ما بيننا احنا الاتنين، ولكن البيج اوف فوند ده مقلقني شوية، ممكن يكون مش مقلقني بقى، هو يعني عايزكوا ترجعوا تتكلموا معاه تاني، حتى لو كلام صحاب يعني، على الأقل يعني انت خلاص اتخطبتي او انت اتجوزت او خطبت، بس على الاقل يا اخي يعني يبقى في صداقة يعني، على الاقل بقى ما احب اتكلم معاك، ابدا اتكلم معاك، ما تقطعش معايا القطعة دي يعني، ما تجرحش قوي كده. خلينا نشوف هنا، هو مستقر برضو يعني، ده هو زعلان على فكرة، هو زعلان على العلاقة دي، زعلان على هذه العلاقة.